طيب ده فيما يتعلق بالنادي الاهلي، عايز اتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي، لان احنا لازم الفتره الجايه نركز على المنتخب الاولمبي لان ده هدف اساسي. فالمنتخب هيجد كل الدعم اعتقد طبعا، ومش اعتقد متاكد، ان كل وسائل الاعلام هتدعم المنتخب الاولمبي، لان دي مهمه وطنيه غايه في الاهميه من خلال المشاركه في بطوله الامم الافريقيه اللي عندنا في مصر، واللي هتكون من يوم 8 ليوم 22 والمؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 باذن الله. وده حلم كبير بالمناسبه، وبطوله ما تقلش عن كاس العالم، يعني بطوله مهمه جدا طبعا، حضراتكم عارفين الجزئيه دي بشكل كويس جدا. بالتالي المنتخب الاولمبي امبارح اعلن الساعه 11 بالليل كده عن القائمه النهائيه للمنتخب، وقائمه نهائيه مكونه من 21 لاعب، وتم استبعاد بعض اللاعبين. عايز اقول لحضراتكم القائمه، في حراس المرمى عمر رضوان من الجونه، عمر صلاح سموحه، ومحمد صبحي الزمالك، دول ثلاثي حراسه المرمى. الدفاع اسامه جلال انبي، محمود مرعي وادي دجله، محمود الجزار الجونه ومعار من النادي الاهلي، احمد رمضان بكم وادي دجله، محمد عبد السلام الزمالك، واحمد ابو الفتوح سموحه، وكريم العراقي من المصري. في وسط الملعب اكرم توفيق من الجونه ومعار من النادي الاهلي، غنام محمد بيراميدز، عمار حمدي الاهلي، ناصر ماهر سموحه ومعار من النادي الاهلي طبعا، رمضان صبحي الاهلي، عبد الرحمن مجدي لاعب مميز قوي، عبد الرحمن مجدي ده من الاسماعيلي. الهجوم طاهر محمد طاهر من المقاولين، امام عاشور من الزمالك، ومصطفى محمد من الزمالك، وصلاح محسن طبعا لاعب النادي الاهلي، واحمد ياسر ريان المعار من النادي الاهلي للجونه. القائمه تم استبعاد منها اربع لاعبين، واحنا عارفين هو المفروض خمسه بشكل كامل اللي تم استبعادهم. اول واحد كان محمد محمود للاسف بعد الاصابه، وكان هيبقى احد العناصر المهمه جدا، بيغيب عن القائمه دي طبعا كريم نيدفيد، لان ده لعيب مهم قوي قوي في وسط الملعب، وللاسف عشان ما اكتملش شفائه، لكن بيغيب عن القائمه بعد الاعلان امبارح. مصطفى شوبير لاعب الاهلي وحارس الاهلي، ومحمد صادق، واحمد ايمن من الاسماعيلي، واحمد حمدي من الجونه، ودي مفاجاه اعتقد، وناصر ماهر من طلائع الجيش. ده بالنسبه لقائمه المنتخب الوطني الاولمبي. عايز اقول لحضراتكم بقى، وده جزء مهم جدا فيما يتعلق باسعار التذاكر الخاصه بمباريات منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه للشباب. اللجنه المنظمه حددت 20 جنيه ثمن لتذكره الدرجه الثالثه في جميع المباريات، بخلاف اللقاء النهائي او المباراه النهائيه هتكون سعر التذكره 50 جنيه. الدرجه الثانيه 30 جنيه في جميع المباريات باستثناء النهائي هيكون 75 جنيه. الدرجه الاولى 75 جنيه في كل المباريات، مباريات مصر كمان بالتحديد، و 50 جنيه في المباريات الاخرى، ودي اسعار التذاكر. مهم قوي، مهم جدا جدا حضور الجمهور المصري باعداد كبيره، لان طبعا الجمهور هو اللي هيكون رقم واحد في تاهل باذن الله منتخب مصر لاولمبياد طوكيو، وده الهدف الاولاني. الهدف الثاني الفوز باللقب باذن الله، خصوصا ان البطوله عندنا هنا في مصر ووسط جمهورنا طبعا الكبير. ده فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي.